كذلك للمزيد ينضم إلي من العاصمة الأمريكية واشنطن الدكتور عقيل عباس الكاتب والباحث السياسي. دكتور عقيل أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. هل تشكل الموافقة على الذهاب إلى هدنة ل 72 ساعة نجاحا جزئيا للإدارة الأمريكية طبعا بالتنسيق مع الشركاء في المنطقة وعلى رأسها مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة، تشكل نجاحا للذهاب ربما إحداث أي توطئة أو تمهيد لوقف إطلاق النار في السودان؟ شكرا على هذه الاستضافة. بالتأكيد هو نجاح، لكننا لسنا متأكدين أن الهدنة ستمضي من أجل تثبيت الهدنة واختبار الأطراف، رغبة الأطراف المتحاربة في إيجاد حل. لابد من المضي بالهدنة، على أساسها تبنى هدنة ربما أطول وأوسع تفسح المجال للتفاوض بين الأطراف المتحاربة. يعني الولايات المتحدة وبريطانيا تشتغلان على هذا الموضوع عبر حلفائهما الإقليميين المؤثرين في السودان، الإمارات، السعودية، مصر، إلى حد على نحو أقل منظمة الوحدة الأفريقية. ويبدو لحد الآن أن هناك بعض التقدم، ستختبر الأيام المقبلة جدية هذا التقدم. طيب، في المرات السابقة في الثلاث هدنات السابقة كنا نشهد في الساعات الأولى لهذه الهدنة بعض الاشتباكات المتقطعة وأحيانا بعضها كان عنيفا. هذه المرة 4 ساعات ونصف قد مرت على هذه الهدنة، وحتى الآن الهدوء النسبي هو سيد الموقف حتى لو كان حذرا. هل هذا مؤشر على شيء؟ أولا هذا مؤشر إيجابي. أعتقد الأطراف المتحاربة بدأت تدرك، يعني هناك قلق من حديث يجري في داخل الإدارة الأمريكية، يعني هناك ما يشبه الانقسام في داخل الإدارة بخصوص إمضاء عقوبات اقتصادية على الأطراف، عقوبات شخصية على الأطراف التي يعني تصر على الاستمرار في هذه الحرب. وإذا يعني قامت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على أحد الطرفين أو كليهما، في العادة تتبعها الدول الغربية أو مجموعة السبع، وهذا يمهد لعقوبات اقتصادية أوسع على أطراف معينة. إذا يعني هذه العقوبات طبقت على أحد الأطراف أو الطرفين، فستضعف موقفهما السياسي والتفاوضي في السودان، يعني بإزاء الأطراف المدنية. وبتصوري يعني جزء من قبول الطرفين المتحاربين بوقف إطلاق النار والتزامهما به، وهو التزام هش يعني ربما يعني سيخرقانه، لكنه في آخر المطاف يعني سيكون هناك التزام عام بهذه الهدنة. جزء أساسي منه هو الخوف من نتائج عدم الالتزام بالهدنة. أفترض أنه هذه الهدنة أو عرض هذه الهدنة كان ملحقا بتهديد مبطن أنه بخلافها العقوبات ستكون على الطاولة. يعني وهذه الأطراف المتحاربة في السودان بالذات، يعني قوات الدعم السريع لديها سجل بخرق حقوق الإنسان، إشكالات كثيرة تتعلق بها. فأتصور بتفادي الأسوأ يعني عمد الطرفان إلى الموافقة على هذه الهدنة، وربما سيبذلان جهدا جديا هذه المرة للحفاظ عليها، لأنهما بإزاء يعني نتائج سلبية عليهما وليس نتائج سلبية على بقية المجتمع السوداني. طيب، لكي نحكم على مسألة ما إذا كانت الهدنة نجحت أم لا، لابد لها من معايير. حتى الآن مع كل الهدنات التي تعلن لا يتم إعلان أي تفاصيل أو معايير محددة لتفاصيل هذه الهدنة، للممرات الإنسانية الآمنة، التحركات، من هي الجهة المنوط بها مراقبة تنفيذ هذه الهدنة على الأرض، طبعا لصعوبة الأوضاع الأمنية وصعوبة تحديد من يخترق الهدنة أولا وبالتالي الطرف الآخر يرد عليه. يعني كيف تبدو الهدنة في ظل غياب هذه المعطيات، أي هدنة بشكل عام، ليست هذه الهدنة الرابعة تحديدا؟
يعني عموما الضمانات ووجود آليات لمتابعة يعني مثل هذه الأشياء ترتبط أكثر باتفاقيات وقف إطلاق النار منها بالهدنات. الهدنة عادة شيء سريع هو أقل من وقف إطلاق النار، وفي العادة من دون وجود آليات دولية أو قوات دولية أو منظمات دولية مختصة بمراقبة هذه الأشياء، فإنها يعتمد فيها على الطرفين وعلى المتابعة الإعلامية وليس على آليات دولية. في السودان لا توجد آليات دولية، لا توجد قوات دولية أو قوات مخولة دوليا هناك كيف تستطيع أن تراقب، أو مراقبين أمميين يقومون بهذه الأشياء. الأمل أو الفكرة الأمريكية، وأعتقد هناك اتفاق بخصوص هذه الفكرة مع الحلفاء الإقليميين، هو أنه هذه الهدنة تتطور وتتحول إلى وقف لإطلاق النار، ومع وقف إطلاق النار البدء بمسار تفاوضي بين الطرفين. يعني لحد الآن الأفكار ليست واضحة، يعني على ماذا سيتفاوضان بالضبط. أعتقد الجزئية المرتبطة بضم قوات الدعم السريع إلى الجيش، إعادة النظر فيها، ربما تركيبها على نحو آخر مختلف، لكن ليس إعادة النظر بكامل خارطة الطريق المرتبطة بالاتفاق الإطاري. أنا سأعود لهذه النقطة دكتور عقلي. نعم، دعنا نتوقف عند هذه النقطة يعني قبل أن نغادر النقطة الخاصة بالهدنة. في القانون الدولي الإنساني وفقا لاتفاقيات جنيف، بالفهم البسيط، ما معنى الهدنة؟ هل تعني أن يبقى كل طرف في مكانه وأن يتوقف إطلاق النار؟ يعني هل يمكن أن نفهم الهدنة في سياق هذا التعريف أم أن هناك تعريف آخر؟ التعريف الدولي للهدنة هو توقف الأعمال الحربية عمليا، لا تعني أن الطرفين يتوقفان عن التدريب والتحشيد وجلب المزيد من القوات والاستعداد لعمليات مقبلة. هذه تأتي في إطار اتفاق وقف إطلاق النار. اتفاقات وقف إطلاق النار تحدث بشروط حسب كل اتفاق، أنه لا يعني عدم الاستعداد لعمليات حربية مقبلة أو شيء من هذا القبيل حسب الاتفاق، لكنه الهدنة هي عمليا قانونيا تعني توقف القتال. بالتالي أنت لا تحتاج ممرات إنسانية في إطار الهدنة. الممرات الإنسانية عادة هي أشكال من الهدنة الصغيرة المحددة المرتبطة بمناطق محددة من أجل إمرار الإمدادات، إخراج الجرحى أو شيء من هذا القبيل، وليس توقفا كاملا للقتال كما هو في حالة الهدنة. يعني كما حدث في اليمن وفي أماكن أخرى، من الصعب الذهاب إلى اتفاق وقف إطلاق النار قبل المرور بهدنة. ونحن نتحدث عن يعني هدنتين ثلاثة فشلتا، الآن بإزاء يعني هدنة رابعة. أعتقد الاستثمار السياسي الدولي والإقليمي بهذه الهدنة أكثر، يعني هناك اتباع سياسة العصا والجزرة، والأمل أنه هذه الهدنة إن مضت على نحو جيد يمكن الحديث عن أما هدنة أطول أو الذهاب إلى ترتيبات لوقف إطلاق النار. تبدو هذه هي المسارات الحالية.